في نفسك وجيتي تطمني عليا. تسلمي يا دنايا، وكمان اشتريتي حاجات وكلفتي نفسك ما كانش له لزوم. انا حتى اللي مني ما حدش فيهم بيطلع عليا. طب والنبي ما تقولي كده، ده انت ست طيبه وتستاهلي كل خير. طب والله العظيم اول ما هاجر قالت لي جيت لك جري على طول. وهي يا بنتي ربنا يكرمك ويعدلها لك قدر يا كريم. الله يخليك، تقومي بالسلامه يا رب. سلامي. طب انا هقوم اصب لك عصير بقى انت والحاج. يا دنيا ملوش لزوم، ملوش لزوم تتعبي نفسك. ما تقوليش كده، ده انت تعبك راح. اصب لك جوافه ولا مانجا يا حاج؟ الاثنين يا اختي. العكنانة دي. طيب 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 نجوان، وحشتني يا بابا. ايه اللي نزلك مصر تاني؟ والشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس؟ فلوس ايه بس يا بابا؟ وسع كده على الدين. ولما هي مفيش فيها فلوس، ايه اللي نزلك مصر تاني؟ وعملت ايه مع الجدع الزبالة اللي طفشت معاه؟ ما عملتش حاجة، نصب عليا واديني رجعت بشنطة هدومي بس. بوز فقر زي امك، الناس تخلف عيال عشان تكبش فلوس وترمي في حجر اهلها، وانت وامك بتكبشوا من الفقر وترموا على دماغتنا. هي ماما فين وعامله ايه دلوقتي؟ اهم لقاحه في الاوضه جوه. خش يا اختي شوفيها. ماما يا ماما، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ يا وحشتيني. انت وحشتيني. الف سلام عليكي. طب الاذن انا بقى عم الحاج، ربنا يطمنكم عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى صوب لنفسك. عم الحاج انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليكم. كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقي عايزه تخفي عشان نفسك. انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان. لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا لا لا، انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا. والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي، انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش في روحك كده. خلاص، هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك؟ دي حل حاجه فكرتي فيها تسليكي بدل القعد. انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساسه، بس برضك ما تقهريش في روحك كده. ولو القعده هتكبك اكتر ما انت مكؤوبه، ومنزل مع المحل. فكي كده قومي يلا. انا يا اختي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل. انا كلمت بابي ودينا وهيقولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكايه نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينط لنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والولية الفراشه اللي بتاعه جت من بره مصر من ناحيه. حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي اللي مؤاخذه الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطانه قبل ما تقع.
جاموسه ايه يا بني ادم يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليك، انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيه. قالوا كل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخه روحي كده وتشبه الملكانات اللي كنت حطاهم في قلب الباترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك ولعوا كده. انا اللي هولع منك ومن العيشه دي، انا هتجنن. يقرفكم. خد جرب. ما تجربي انت تفوقي وتعيشي زي البني ادمين، دي مره واحده مش تخسر حاجه. قلت لك ماليش في الحاجات دي. يلا بينا بقى، انا زهقت من قعده البيت. انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ده هيخليك مبسوط. ايه ده يا مجنونه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايزه ابسطك؟ تبسطي ايه وزفت ايه؟ فوقي بقى لنفسك، اصحي كده مش هينفع. نعم يا اختي، طلبك للجواز؟ سبحان الله، دنيا غريبة يا ست هايدي. شوفي طول عمرك بتهربي من البوليس ومن الشرطة ومن الضباط، وفي الآخر ضابط يجي يكلبش جوازك يعني. يا بنت تتجوزيه؟ أنا هجوزك اسم النبي عسو سعد ابني، طول بعرض قمر 14 وبيحب البيض. يا خالتي يا أي هيصة، استني ونبي دلوقتي عايز أفهم. انت رديتي وقلتي له يا ست جولي تحفين؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له سيبني افكر. يا الحرك اللي شبهك تفكري؟ ده انت كده ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. لا بقول لك يا خال، انا لغايه كده وما اعرفهاش، انا كده شلت كتير. نعرفها نعرفها. البنت دي اوفر اوفر، ما فيش فايده. لا يا حبيبتي مش هتجوزه اكيد، بس ما ينفعش اقول له لا كده مره واحده عشان ما يشكش. مش حضرتك اللي قعدتي تقولي لي ما تهربيش منه عشان ما تخليهوش يشك وتدخلي عليه كده بصدرك وكل الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شايفه وسامعه الكلام الزين؟ ما شاء الله عليك يا ست هايدي، هو ظابط صح. اللي يقرفك. صح صح، اتفضلي سندس. على ماما يا جولي. ليه؟ لو انا مش عارفه انا بكلم مين؟ بقول لك ايه؟ الحلوه النواعم مايله للواد وعينها منه، لولاش بس الظروف اللي هي فيها دي كان زمان قالت له خدني في حنانك خدني. افرضي يعني انت مالك؟ هو انا يعني مش من حق احب واتحب بعد كل اللي انا شفته؟ بعدين الراجل مش عايز مني اي حاجه وعايز يقف جنبي باي شكل، مع انه ولا يعرف انا مين ولا اصلي مين. سامعه يا كوريا؟ شايف التفكير الزين لازم تاخده بالسياسة وبالفقاقة. وبعدين كويس ماله الظابط؟ ظابط ومال هدومه؟ كويس انه ظابط وحيتجوز واحدة اسمها جمالات. شكري. مبروك. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسلية العسلية، مساء الفل. الله الله، ايه يا طاعون، ايه التأخير ده كله؟ معلش يا دارا، كنت عايز اوضبها كما يليك بالمكان، فعدينا على انزران وجبتها على طول. ماشي، فهمت بقى الشغل؟ عيب عليك، انا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ نسمع يا طاعون، وماله؟ قولوا للي اكل الحرام اوكي، بكره اللي كلوه يهدمه عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكره اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه، قديم قوي ستينات كده. انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي تكقع دم قلبها عشان تشتري الانبساط. الانبساط ده بقى احنا اللي بنبهولهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا دارا، هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيرا نتجرأ، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي، ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا دارا، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى اهو بقى عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا، شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها احدف عليه. وخلي عينك عليه من بعيد لبعيد كده. مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعطى. يلا يا طعم، يلا يا قطة الناس، يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل اتاريك الا ما فيك واحد عادل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جرأيه يا بت، انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر. خلاص يلا بقى اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايف. سفير الزوايا الحسنه، شغلك معاك تأمرني.
هيمه. ايه يا هيمه بجد والله مبسوط. مالك يا هيمه؟ ايه اللي انت بتنيره ده؟ انت جايبه تشتغل معانا طاعون. لا بقول لك يا هيمه، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقه يا صاحبي. بقول لك يا كبدجي، لا مؤاخذه بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبده بتاعك ورايح جاي مع كوريا. خلاص رايح جاي مع كوريا؟ اللي انت بتقوله ده طاعون. زي ما بقول لك كده، انا قلت لك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك انت يا ولد. ايوه يا باشا. شوف لي هنا بتشرب ايه. بتشرب ايه يا هنا؟ هات لي ازازه كبيره مشبعه. اموري. وده ايه ده؟ ان شاء الله.